دكتور طارق سليمان، طبعا واحد من دكاترتنا المميزين جدا، دكتورنا ودكتور منتخبنا الوطني. كلام كتير عن الكورونا دكتور. مساء الخير الاول على حضرتك، ويهمني طبعا حبيبي يا دكتور محمد، وحشني وحشني جدا. الله يخليك حبيبي. يهمني اعرف برضو يعني ما يحدث في العالم او ملاعب العالم في الوقت الحالي وفيروس كورونا والارتباط ما بين الجماهير وجودهم وايضا اللاعبين ايضا، وبعض الاتحادات بتحاول او بعض الانديه كمان بتبقاش مش عايزه تلعب المباريات بخصوص هذا الفيروس يا دكتور. والله بص حضرتك، احنا مر علينا حاجات قبل كده زي الكورونا، زي كان فيه قبل كده السارس، صحيح، او متلازمه الشرق الاوسط التنفسيه، ودي من الحاجات اللي هي من فصيله الكورونا واعنف من الكورونا شويه. اللي هو الحالي ان كلها كانت بتسمى كورونا او كوفي، ليها ارقام وانواع، وفي سبع منها احنا عارفين يعني، او اللي ما يعرفش ان في سبع انواع منها. كان اشد حاجه اللي هو بتاع السارس والمتلازمه التنفسيه. اعتقد السب تايب او النوع اللي موجود ده دلوقتي مش بالقوه الكافيه ان هو يقدر يوقف نشاطات دلوقتي، بالذات في الدول اللي هي بعيده عن المناطق اللي ظهرت فيها، يعني زي الصين وكوريا واليابان. لكن اعتقد في اوروبا وفي الشرق الاوسط الموضوع مش يعني مش عنيف قوي. وده فيروس انا يعني بنعرف ان هو فيروس ضعيف، لكن مشكلته امتى؟ ان هو بيسيب الناس اللي هو المناعه بتاعتهم ضعيفه، زي الناس اللي هم فوق ال70، الناس اللي عندهم سكر مش متنظم، اللي عندهم ضغط مش متنظم، اللي عندهم مرض قلب بقالهم فتره. انا صراحه بعتبره نوع من انواع الانفلونزا العاديه، لكن انا شايف الموضوع متضخم قوي. يعني انا لسه كنت اكلمك، ايه الهلع الكبير طيب يا دكتور ده؟ يعني مش موجود يعني في مصر ولا موجود في الشرق الاوسط بس، هو موجود كمان في العالم. لا يعني انا بقول لحضرتك ايه، يعني احنا حتى لو في حاله او حالتين في مصر، احنا عندنا الاف الحالات الانفلونزا، واخد بالك؟ وانا رايي ان ممكن واحد من الناس اللي احنا قلنا عليهم اللي هم مناعتهم ضعيفه، لو جاله انفلونزا عاديه فبيموت منها. يعني عادي. لا، وفي امراض كتير موجوده اعدادها اكتر من الكورونا موجوده. الناس اللي عندهم درن، والناس اللي عندهم التهاب سحائي، ما المستشفيات الحميات هنا او بره او في الشرق الاوسط او في اوروبا حتى موجوده فيها الحالات دي. طب لكن انا شايف ان الموضوع واخد يعني جهه اعلاميه عنيفه اكتر من اللازم، والناس بتهدد ان هو ممكن الاولمبياد ما تتلعبش وبطولات تتلغي، ماتشات مهمه تتلغي يعني ماتشات. لا انا صراحه يعني يعني مش مع. طب دكتور انا عايز اسالك سؤال، هو درجه الحراره مرتبطه بوجود الفيروس في المكان ولا ايه بالظبط؟ يعني في ناس بتقول ان درجه الحراره كل ما تعلى كل ما الفيروس يبقى مش موجود. ما هي انا بقول لحضرتك الفيروسات دايما، بالذات الفيروسات اللي بتصيب بالجهاز التنفسي العلوي زي الكورونا، احنا تاخد بالك كلها بتبقى موجوده في الشتاء، يعني بتبقى قليله جدا في الصيف، لان فعلا درجه الحراره بتاثر على على وجود الفيروس وعلى بقائه يعني وعلى التكاثر بتاعه. فانا اعتقد ان الشهور الجايه الموضوع هيقل وهيبقى زيه زي احنا حتى ايام اللي هي انفلونزا الخنازير H1N1، ما كانش فيه الهلع دوت. وانا كنت في رحله مع المنتخب الشباب مواليد 89، وكنا في اربع دول اوروبيه وكان فيها الفيروس، وكانت الامور عاديه. المريض او الناس العامه بتاخد شويه تعليمات من غسيل الايدين ولبس ماسك اذا كنت مثلا شاكك في الشخص اللي قدامك، او رايح في حته واحد مصاب انت عارف انه مصاب، او انت عندك شويه انفلونزا عاديه وشاكك انها تكون، تلبس ماسك، تبقى بعيد عن الشخص اللي قدامك فتره كفايه، يعني مثلا بتاع متر ونص. الاهتمام بنظافه الايد، غسيل الايد اكتر من مره بالصابون والكحول، كل دي حاجات انستراكشن عاديه لو احنا اتبعناها ما فيش مشاكل يعني. واعتقد ان
منظمه الصحه العالميه والوزارات الصحه في كل الدول قايمه بالمجهود الكافي انها تمنع الحالات او اللي بتشك في حاله بتبقى بتعزلها. انا مش شايف ليه ده يعني الموضوع. وبعدين احنا مصريين كمان يا دكتور، ما بيحصلناش حاجه. لا ما شاء الله علينا يعني. لا الحمد لله وجونا كويس. الحمد لله. ما قلت وبرضه يعني الوعي ووزاره الصحه شايفه شغلها كويس، واعتقد ان انا يعني انا هقول لحضرتك دليل. طب ما كان فيه مباراه الاهلي وصن داون والزمالك والترجي، هل احنا اشتكينا من حاجه او ظهرت حالات؟ ما حصلش حاجه. لا الحمد لله. منتخب الشباب بيلعب في السعوديه دوره فيها 16 فريق وجمهور من جميع الجنسيات متواجد في السعوديه. صحيح. ما فيش حاجه. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. انا شايف ان الموضوع يعني لما تبقى في حاله او حالتين او حتى 3000 حاله في دوله زي الصين تعدادها مليار و400 مليون، ما ده مش وباء ولا حاجه تهدد يعني. صحيح يا دكتور. انت اكيد الناس اللي زارت الصين يشوف مدى التلاصق للناس اللي هي في الاماكن العامه، زحمه جدا، زحمه في المحلات، المولات، في المواصلات. لازم لما يبقى واحد عنده فيروس ما لازم ينقل الناس اللي حواليه. صح يا دكتور. انا بشكرك يا دكتور، بشكرك يا دكتور، بشكرك يا دكتور، دكتور طارق طبعا سليمان يعني دكتورنا ودكتور منتخبنا الوطني السابق. خلينا